السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات على القسم 2-5 الطاقة الحركية للصف 12 متقدم مجلد 3 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، وافتح النجاح بعون الله في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. اصطدمت عربتان من عربات القطار، كتلة كل منهما تساوي، وتسيران بسرعة 90 كيلومتر لكل ساعة ببعضهما، ووصلتا إلى السكون. ما مقدار الطاقة الميكانيكية المفقودة في هذا التصادم؟ بما أن العربتين في النهاية توقفتا، إذن طاقتهما الحركية النهائية صفر. الطاقة الضائعة هي الطاقة الحركية لكل سيارة. الطاقة الحركية الضائعة تساوي نصف الكتلة في مربع السرعة للسيارة الأولى زائد نصف الكتلة في مربع السرعة للسيارة الثانية. كون الكتلتين متساويتين والسرعتين متساويتين، إذن وتساوي 2 ضرب نصف الكتلة في مربع السرعة. 2 مع 2 بتروح بضل M في B تربيع. بنعوض هذه الكتلة وهذه السرعة. السرعة عطاك إياها كيلومتر لكل ساعة، بدل الكيلو عطينا 1000، وبدل الساعة 3600 ثانية. منربع وتطلع بهذا الشكل. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.